السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الناس إذا كانوا في سباق، في حلبة سباق، ينبغي لهم أن يشدوا من أزرهم ومن قوتهم نحو المرحلة أو في المرحلة الأخيرة من السباق. الخيل المضمرة التي نراها في السباق أو العدائين أو كذا، نجد أن الواحد منهم يبذل أقصى جهده في آخر مرحلة من السباق. لماذا؟ حتى يأتي هو الأول. كذلك نحن الآن أيها الإخوة والأخوات في آخر رمضان، وهذا يقتضي علينا أن نشد العزم والحزم والقوة حتى نتنافس مع المتنافسين في هذه العشر الباقية. إذن حديثنا سيكون بإذن الله عن العشر الباقية من رمضان، أو العشر الأواخر. العشر الأواخر تبدأ من ليلة 21 من رمضان، وليس من ليلة 20، لأن 20 مكملة للعشر الوسطى. إذا تبدأ من 21، 22 إلى 29 أو 30، سواء كان الشهر ناقصا أو تاما. العشر الأواخر طبعا مزية وفضل لا توازيها أي مزية أخرى بالنسبة لليالي الأخرى، ولذلك أفضل الليالي هي ليالي العشر من رمضان، آخر رمضان أو الأواخر من رمضان، وأفضل الأيام العشر هي أيام ذي الحجة. نعم، إذا فرمضان كله فضل وبركة وخير وهدى وتقى ونور، ولكن العشر منهم فيها مزيد من الفضل. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأن في العشر الأواخر ليلة خير من ألف شهر، يعني خير من قرابة 84 سنة. هذه الليلة لا يفرط فيها إلا محروم. تصور أنت لو عشت 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، 70 سنة، وأنت تدرك هذه الليلة. لو فرضنا إذا قلنا عشت مثلا 10 سنوات، كأنما إذا وفقك الله سبحانه وتعالى، صلى الله يوفقنا وإياكم لإحياء هذه الليلة المباركة، كأنك عملت من الخير 84 سنة. أضرب أنت 84 سنة في 10، كم سنة؟ كم؟ 840، يعني 8 قرون و40 سنة. الله أكبر. هذه الأمة قلت لكم في حلقة ماضية أن أعمارها قصيرة ولكن أجورها كبيرة. جاءت آخر الأمم لكن هي أفضل الأمم. جاءت آخر الأمم وهي الأمة التي تدخل أولا الجنة ويفتح لها نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي بعدها الأمم. هذه الأمة شاهدة على الأمم الأخرى بما فعلت من خير أو شر. إذن العشر الأواخر يا أحبابي هي مضمار السباق والسبق لمن أراد أن يتنافس مع الصالحين في هذه العشر الأواخر لإدراك هذه الليلة المباركة ولإحياء هذه الليالي مما تبقى من رمضان. نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد مئزره كناية عن الجد والاجتهاد والتشمير، وقيل أيضا شد مئزرة بمعنى أنه ابتعد عن مجيء نسائه أو إتيان نسائه، فهذا فيه أيضا معنى أنه سيعتكف أو أنه يبتعد عن النساء وهن أطهار، فيكون ذلك مدعاة لكثرة العبادة والخشية من الله سبحانه وتعالى والأنس به. وانظروا إلى ذلك المعنى الجميل الذي قالته عائشة رضي الله عنه: أحيا ليلة، كأن الليل كان ميتا فأحياه، كأن الليل كان ميت فأحياه، أحيا ليلة. ثم ماذا؟ شد مئزرة. شد المئزرة كما قلنا كناية عن التشمير والاجتهاد في هذه الليالي المباركة. وأحيا ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. تصور واحد غافل والعياذ بالله، بعيد عن الله، لا يذكر الله في أي حال من الأحوال، لا يصلي، لا يقرأ قرآن، يدخل مثل أجلكم الله الدابة ويطلع مثل الدابة، لا يدري يعني متى ماذا يأكل وماذا يشرب وأين يبيت، أو أنه يعرف هذه الأشياء ولكن مثل الكافر والعياذ بالله، والذين كفروا
يتمتعون يأكلون ويتمتعون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلهم، يتمتع في هذه الحياة ويأكل ويشرب مثل إيش الدواب كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم نعوذ بالله من ذلك. لكن المؤمن أنت أيها المسلم، أنت أيتها المسلمة، لا، أنت حي بذكرك للحي القيوم سبحانه وتعالى، أنسك به لا يتركك تفارق هذه الأذكار وهذه الأحياء لهذه الليالي المباركة. لذلك تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم اللي كان يحيي الليل، وكان أيضا زيادة على ذلك يوقظ أهله. كان من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الليالي الأخرى من غير رمضان كان أحيانا يوقظهم، كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنه مر عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فقال: أيقظوا صواحب الحجر، سبحان الله، ماذا أنزل أو أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. لا حول ولا قوة، رب كاسي الإنسان اليوم بمتاع الدنيا ورياشها وأكلها وشرابها ولباسها وركوبها، ولكنه عاري يوم القيامة من الحسنات، لأنه لم يستثمر هذه الأيام المباركات، هذه اللحظات التي عاشها في الدنيا. هي لحظات، أين أبوك؟ أين أمك؟ أين جدك؟ أين جدتك؟ أين آباؤك الأولون؟ ستمضي كما مضوا، ولكن ليكن يعني ذهابك فعلا ذهاب القادم على أهله من غيبة. كنت في سفر، أنت لما تكون في سفر جل أهلك يفرحون بك، أليس كذلك؟ فكذلك أنت أيها المؤمن، أنت في الحقيقة ديارك الأولى هي إيش؟ هي الجنة، حيث كان أبوك آدم عليه السلام وأمك حواء، فهذه تلك ديارنا الأولى التي ينبغي أن نعمل للرجوع إليها. ولكن سبانا هذا الغازي المحتل وهو الشيطان الرجيم نعوذ بالله من ذلك. فلذلك علينا أن نجتهد في إحياء هذه الليالي المباركات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله، وقد كان يمر كما قلنا أيضا على علي كما ورد في حديثه، يمر عليه أحيانا فيوقظ هو فاطمة، وهذا يدل على مزيد من الاعتناء بالأهل. لا تظن أنك أنت خلاص تنجو، خلاص ينجو البق، لا، حاول أنك تأخذهم وتصحبهم إلى جنات الخلد، إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، أيقظهم إلى الصلوات، ذكرهم بالله تبارك وتعالى، حفظهم آيات الكتاب، علمهم الدين، خذهم إلى أعمال البر، ربي أولادك من الصغر على هذه الأمور صلاة وصياما وصدقة وطاعة لله عز وجل، فينشأ هذا كما تنشأ إيش تلك الفسائل الصغيرة، تلك النباتات الصغيرة، وأنت ترعاها وتسقيها، تسمدها، تنحى عليها الحشائش إلى غير ذلك. إذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان إيقاظه لأهله في آخر رمضان في العشر الأواخر أكثر وأظهر، ولذلك ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه كان يوقظ أهله عليه الصلاة والسلام، وقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. ولذلك كان يعتكف في المسجد وهو صائم ويقوم الليل، يحيي الليل كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي العادية ينام ويستيقظ ويذكر الله عز وجل وإلى غير ذلك، لكن في العشر الأواخر كان يسهر الليل عليه الصلاة والسلام. طيب، شتان بين سهر النبي عليه الصلاة والسلام وسهر البطالين الذين يريدون الجنة، بل الفردوس الأعلى، يبغي الفردوس الأعلى يعني تحت عرش الرحمن، وهو لا يصلي حتى الصلوات الخمس، ولا يحافظ على ما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجتهد فيما اجتهد فيه الصالحون. قال الشافعي رحمه الله: يسن زيادة الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان. يسن، هذه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر وأحيى الليل وأيقظ أهله. إذن شد حيلك، شد حيلك في العشر الأواخر، يعني فيها الحمد لله كثير من المساجد فيها طبعا القيام، فيها التراويح وفيها التهجد، حتى لو لم يكن فيها تهجد تهجد في بيتك، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اجعل ختمة خاصة للعشر الأواخر غير الختمة التي تجعلها رمضان في قيام الليل وفي التهجد.
أيضا تحري ليلة القدر، وسنتكلم عنها بالتفصيل بإذن الله، فهي من الليالي المباركة في هذه العشر الأواخر، وهي 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. بعض الناس يظن بليلة القدر هي فقط 27 وخلاص. نعم، سيأتي معنا الكلام عن هذا، لكن حاول أن هذه الأوتار لا تفوتك منها وتر، حتى لو قصرت في الأشفاع 22 و24 و26 و28 و30، على الأقل لا تقصر في الأوتار، لا تقصر في 21 و1 و3، كما قلت 5 و7 و9. أن بعض الناس ربما اجتهد أن يكون في 21 و23 و25 و27، لما يجي 29 يرقط. لا، هو لن يوفى العامل عمل أجره حتى يوفي عمله. إذن نجتهد في هذه العشر الأواخر. الأمر الثاني، يستحب الاعتكاف في هذه العشر الأواخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في هذه العشر حتى لقي الله سبحانه وتعالى. بل عكوف القلب في هذه الليالي على طاعة الله وعلى الأنس به وعلى البعد عن الناس والخلوة به، هذه أمور يستذكر فيها الإنسان مصيره إلى الآخرة، يستذكر فيها وحدته ووحشته في القبر، يستذكر فيها مروره على الصراط. أنت لما تكون واحد وتفكر في 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 الله سبحانه وتعالى، في يعني في 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 ملكوت الله سبحانه وتعالى، تفكر في الآخرة، هذا يزيدك خشية ويزيدك قرب من الله سبحانه وتعالى. في الحديث السبع، الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ففاضت عيناه بالدموع، خاليا بعيد عن الناس، تذكر ذكر الله عز وجل فإذا به يبكي، خشي الله، خشي ما مصيره إلى غير ذلك، فيبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. إذن يلزم المسجد لا يخرج منه إلا لحاجة ضرورية، قد فصلنا هذا في الاعتكاف، مع المحافظة على السنن والأذكار والرواتب وختم القرآن. وقد كان بعض السلف يختم كل سبع ليال في رمضان، فإذا كانت العشر الأواخر ختم في كل 3 ليالي، وبعضهم كان يختم في كل ليلة، وبعضهم مأثور عنه أنه كان يختم ختمة في الليل وختمة في النهار. فهذه في الحقيقة من الأمور، من الأمور المساعدة على الاعتكاف وعلى الطاعة، الإقلال من الطعام والشراب. ما إنسان إذا جئت إلى المعتكف وحلى حتى في غير المعتكف، هذا هو الدواء، الدواء اللي الإنسان في الحقيقة يأخذه مع طيلة حياته، هو أنه يقلل من الطعام. إذن في هذا الشهر المبارك، كما قلنا، هذه العشر المباركة، كل ليلة تدل على، كما يقال، كل حسنة تدل على أختها، كل ليلة تمشيك الليلة الأخرى حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. فنكثر من الطاعات والصدقات وأفعال الخير. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما في رضاه. السلام عليكم، ألقاكم بعد حين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة القدر خير من 1000 شهر، كما قال الحق جل وعلا في كتابه. هذه الليلة المباركة من الليالي العشر، وكما ذكرت مرارا على أنها في الأوتار من العشر الأواخر، فقد تكون ليلة 21 أو 23 أو 24 أو 25 أو 26، وهي أفضل ليالي الدهر على الإطلاق، وأفضل ساعات العمر فيها. فلذلك أنزل الله سبحانه وتعالى فيها سورة كاملة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ما أدراك، عظمها الله سبحانه وتعالى، ما أدراك تأتي للتعظيم، أي ليلة عظيمة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذه الليلة المباركة ليلة واحدة، لكنها خير من 1000 شهر. وكما قلت، إذا كان الإنسان عاش 20 سنة 30 40، يضرب كل 10 سنين هذه في كم يجد؟ يعني كأنه عاش قرونا طويلة، وهذا من فضل ربنا سبحانه وتعالى، وخيره كثير على هذه الأمة المباركة. صح عن ابن عباس وسعيد بن جبير رحمه الله وقتادة وغيرهم من السلف أن الليلة المباركة التي قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة،
هي ليلة القدر، وفيها أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها يفرق كل أمر حكيم. يعني جاء جبريل عليه السلام في هذه الليلة من القرآن، وقيل نزل القرآن فيها من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، ثم بعد ذلك في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك صار يتنزل بحسب الوقائع والأحداث على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المعنى أن هذه الليلة يبين فيها للملائكة ما يكون من أقدار على الخلق، فقد يكون الإنسان يعني قد نزلت ورقته في السماء الدنيا على أن فلان السنة هذه ميت، فهو ميت في السماء ولا زال يمشي في الأرض حتى يأتي أجله، وهكذا. قيل أيضا تقدر فيها مقادير الخلق أو مقادير الخلائق من على مدى العام، من رزق، من حياة، من موت، من زيادات، من خيرات، من بركات، من نقص، فيهلك فيها الهالكون ويسعد فيها الأتقياء الصالحون، وينجو فيها من نجا بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى القحط والجذب يكون في هذه الليلة، ينزل المقدار البلد الفلاني كم تأتيه أمطار، كم تأتيه رياح، كم تأتيه كذا زلازل، نسأل الله السلامة والعافية من عقوبته وغير ذلك. والظاهر والله أعلم أن هذه الليلة، وهو الكلام الصحيح أو الظاهر القريب من الصواب، أن مقادير الخلائق تقدر في هذه الليلة، فينقل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، كما قلنا، كما قال ابن عباس: إن الرجل لا يمشي في الأحياء وقد كتب من الأموات، أو قد رفع في الأموات، يعني خلاص ارتفع بأن فلان هذا ميت السنة هذه وهو مكتوب في الأحياء، في يعني في يمشي بين الناس. نعم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، أي أن الله سبحانه وتعالى يفرق فيها ويفرق فيها أمر الدنيا من تلك السنة إلى السنة الأخرى. وفي سبب تسميتها أقوال كثيرة، وفي وقوعها في أي الليالي أيضا أقوال كثيرة، ولكن الراجح طبعا الذي لا نشك فيه على أنها في العشر الأواخر في أحد الأوتار، وبعض الصحابة كما سيأتي معنا رجح على أنها تكون في ليلة 27 كما سيأتي، ولكن الصحيح أيضا أنها قد تنتقل، يعني أنها تنتقل مرة تكون في 21 أو 23 إلى غير ذلك. أولا في سبب تسميتها، قيل سميت ليلة القدر لعظيم قدرها وجلال مكانتها عند الله سبحانه وتعالى، كثرة المغفرة الذنوب وعتق الرقاب من النار إلى غير ذلك وستر العيوب، فهي من القدر أي من العظمة، فمقدارها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ويشهد لهذا قول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه جل وعلا حق تعظيمه. وقيل أنها من الضيق قدر، ومنه قوله سبحانه وتعالى: لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. وقيل أو من قوله سبحانه وتعالى مثل: فأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. وقيل سميت يعني ليلة القدر ليلة الضيق لأن الملائكة تضيق يعني من كثرة بها الأرض، يعني ما يجدون حتى مكان أن ينزلون من كثرتهم، كثرة كاثرة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح. الروح هنا جبريل، الروح هنا إيش؟ جبريل، لأن بعض الناس يقرأها والروح فيها، روح فيها غينت، يعني لذلك الإنسان لازم يصحح القراءات والكلمات، اللي بعض الكلمات الإنسان ما يعرف شنو هي. والروح أي جبريل عليه السلام، سمي بروح القدس، وهو الذي نزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قيل أيضا كما قال علي بن عبيد الله: لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر، أي ذو عظمة، فسمي ليلة القدر. وعلى كل حال الأقرب لشمول أو شمول السبب لهذه الأشياء كلها أنها سميت ليلة القدر لأنها تقدر فيها مقادير الخلائق من أرزاق وغير ذلك، وأن الملائكة تتنزل فيها إلى الأرض، وأن العبد قد يتحول فيها من الشقاوة إلى السعادة، وكثرة العبادة إلى غير ذلك. فهذه كلها ربما الأوصاف اللي تجتمع في هذه الليلة المباركة. من فضائل هذه الليلة، انتبهوا جيدا، هذه الليلة لا تفوتكم، يحاول الإنسان يفرغ نفسه الأوتار ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى لو يعني رقدت قم فيها، حاول أن تحيي معظمها بإذن الله عز وجل، أنها خير من ألف شهر، وهذه تكلمنا فيها. قال مجاهد رحمه الله:
وهم تلاميذ ابن عباس قال عملها وصيامها وقيامها خير من 1000 شهر. ثانيا تتنزل الملائكة وجبريل في هذه الليلة إلى الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح، والروح وجبريل عليه السلام في هذه الليلة ينزلون بيش بكل أمر خير وبركة في هذه الليلة المباركة. قال ابن كثير رحمه الله أن يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة المباركة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يصنع. فهذه الأماكن اللي تنزل فيها الملائكة، ولذلك أحرص دائما على الطهارة، واحرص أن تكون مبتعد عن الأماكن الخبيثة والخسيسة والأماكن النتنة والأماكن، لأن الملائكة أطهار طيبون يحبون هذه الأماكن. وليس معناه أن إنسان إذا كان في مكان خبيث أنهم لا يكتبون عليه، هم يكتبون عليه ما يفعل. قد مر معنا في حلقات صفاتهم الملائكة عليهم السلام كما وصفهم الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني الله سبحانه وتعالى جعل علينا ملائكة كرام، فلا بد أن نكرمهم، حافظين بما نفعل، مراقبين لنا في أحوالنا. أيضا هذه الليلة كما وصف الله سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي ليلة سلام وبركة وخير، لا تحدث فيها بإذن الله سبحانه وتعالى الأمور العظيمة التي يكون فيها تنقيص على الخلائق ونحو ذلك. وطبعا علماءنا بعض قالوا أن معناها سلام هي أي سالمة تلك الليلة، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل أذى للمؤمنين، وهذا شيء مجرب لكل الصالحين، بل حتى أولئك العصاة سبحان الله العظيم. يعني في ليلة القدر كل واحد منهم يتمنى يقوم هذه الليلة أو يتحصر على إذا فاتته. أرأيتم ذلك؟ نعم، نرى حتى العصاة في هذه الليلة يحاولون أن يصلوها ليغتنموا هذا الأجر وهذه الخير والبركة. فلذلك أحبابي هي ليلة سلام وليلة أنس وليلة رحمة وليلة بركة، فلذلك الإنسان عليه أن يطهر قلبه فيها من الضغائن والأحقاد، ويشرح صدره لإخوانه ويصفح عنهم ويعفو، لعل الله سبحانه وتعالى يعفو عنه في هذه الليلة. أيضا هذه الليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن بطال رحمه الله: إيمانا أي مصدقا بفرض صيام ذلك الشهر، ومصدقا بأن الله سبحانه وتعالى سيثيبه على قيامه لتلك الليلة، واحتسابا للأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. أنت ايش تبغي من هذه الليلة؟ بيقولوا بات قائم ذيك الليلة، كما بعض الناس يعني يحاول أنه لا يجلس تلك الليلة ويتنافسون في المساجد. والحقيقة أن هذه أنا عندي عليها كما يقولوا إكس، يعني استفهام أو استفهام، قضية أن الناس تقوم مثلا ليلة القدر في المساجد من أجل يختمون القرآن في تلك الليلة، وأي ختمة؟ والله أنا لا أراها ختمة قائمة على ميزان الشرع، لا فيها ترتيل. اللي قال الله سبحانه وتعالى: ورتلي القرآن ترتيلا، لا بالحذر ولا بالتدوير ولا بالترتيل ولا بتجويد ولا بشيء ولا بأي يعني وسيلة من وسائل القراءة الصحيحة وطريقة من طرق القراءة الصحيحة. فكيف الإنسان يقول أن قرأ القرآن؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى أنزله لتبينه للناس تلاوة وأحكام وكذا. فما معنى أنه يقوم الإنسان ويقرأ سبع أزمان؟ هذا ما ينفع هذا يا أخواني، هذا أنت تخاطب، أنت تناجي ربك سبحانه وتعالى. اقرأ بخمسة أحزاب، 10 أحزاب، 20 حزب، وتكون مرتلة وطيبة، والله أحسن لك وأبرك عند الله سبحانه وتعالى من هذا الشعر هذا، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. احرص على أن تلتمس هذه الليلة كما قلنا في 9 تبقى من 10 الأواخر، أو 7 تبقى، أو 5 تبقى، أو 3 تبقى. فهذه الليالي المباركة احرص على أو واحدة أو 2، يعني احرص عليها في هذه الأوتار المباركة حتى تحرص عليها. من شؤم الملاحات والمخاصمات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أري هذه الليلة وأراد أن يخرج للصحابة بيخبرهم، يقول لهم باللي ليلة القدر يعني بغي يعينها لهم، فوجد أو سمع رجلين يتلاحيان يعني متخاصمين،
قال فرفعت. يا الله لا حول ولا قوة، ما أشأم هذه الأحقاد وهذه النزاعات، تنزع منها البركة، تنزع من الناس البركة والخير. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لأهل بدر يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أول شيء اتقوا الله تبارك وتعالى يا إخوان، أصلحوا ذات بينكم. لماذا تقاطع أهلك وإخوانك وأرحامك؟ فهل عسيتم إن توليتم في أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إن تولي صارت لكم ولاية، عندكم أموال، واحد فقط يطلع حاشاكم مثل الزوبيا بهذه الزوبيا تاع الدنيا، واللي يتكبر على أهله وإخوانه وأرحامه ويقاطعهم، واللي قاع ما يشوفش فيهم، هو ما يشوف فيه كانش ما طامعين فيه، من حقهم ولكن هو يقاطعهم. لماذا؟ يتكبر عليهم حتى لا يطمعوا. الدنيا ليست شيء، مهما كانت ليست شيء. فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى في أرحامك، وأن تتقي الله في إخوانك الذين تقاطعهم وتلاحيهم وتبتعد عنهم. ممكن أمور تافهة، أمور تافهة جدا، والله لو جينا نكتبوها في الأوراق ما تكتب. كما جاء واحد مفاتن هو أمرته عند القاضي، قال اكتبوا لي المشاكل اللي بيننا، انت اكتبوا هي تكتب. ما استطاعوا ان يكتبوا جمله واحده، لان هذا كله من الشيطان. وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم، ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. فلذلك الشيطان حاجه صغيره يكبرها، مرتك قالت لك كذا يبدي يكبر فيها، انت راجل، انت ما مش راجل كذا، ويبدي ينفخ فيها ويطلع ويهبط، وهي ثانيه ينفخ فيها. والله الإخوة مع بعضهم كيف هذا يتكبر عليك من الورك، أنا ثاني رجال وخليني ندير سؤال هاي الروح وإلى آخره، وينفخ فيه لين يولي كبر من البالون ذيك اللي بعدين تطرطق ويتفش. ما يخاف الموت وراها، وراها المرض، وراها المصائب، وراها الأعراض. كم من إنسان أدبت حوادث الدهر فرجع إلى من كان يعني نافر منه وما هو بغي. إذن فهذه الليلة المباركة أيها الأحباب في الحقيقة هي ليلة مباركة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن رؤياكم تواطأت في العشر الأواخر فهي فلتمسوا هذه الليلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمني وإياكم هذه الليلة المباركة، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.